وركلة البداية جوزي فونتي. روبن دياز، جواو كانسيلو، جواو ماوتينهو. وستكون هنا رمية تماس. برونو فرنانديز يلعب كرة بينية، ثم كرة كريستيانو رونالدو. لعب في وضعية رائعة جدا لفرصة للتسديد. الكرة إلى خارج المرمى. واو ماوتينو يلعب كرة على اليسار. واو ماوتينو برونو فرنانديز يبحث عن زميله. برونو فرنانديز، البرتغال يحصل على الكرة مرة أخرى. برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون فاعلية تذكر، بدون قدرة على الاختراق. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. لمسة بينية، كريستيانو رونالدو. أوه، تصدي غير عادي من حارس يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. تشانالوغلو كم يطلق صافرته لكن احتساب خطا. هدف ولا اروع، هدف ثمين بالتاكيد. سجل هدفا يمكن اعتباره هدف كلاسيكي. نتابع المباراة والنتيجة الآن، هدف مقابل لا شيء. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ دانيلو بيريرا. إيركن. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يمر يلعب كرة بينية، الكرة داخل الشباك. البرتغال فعلوها وأحرزوا هدف التعادل. كل لاعب الشباك بدون تردد.
الهدف بهذا التعادل تعود المباراة إلى نقطة البداية. أظهروا أنهم قادرين على الرد سريعا بعد التأخر. توقيت الهدف مهم جدا قبل أن تتأزم الأمور. برونو فرنانديز يرتكب مخالفة واضحة جدا. يلماز مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. يلماز نعم حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. سيبدأ الشوط الثاني الآن. البرتغال تقريبا كان يلعب وحده، عديد من الفرص، التسديدات، المحاولات، ولكن بدون أن ينجح، بدون أن يستثمرها بالشكل المطلوب. إذا ما استمر الوضع عليه أخشى أن تعاقبهم كرة القدم بعد ذلك. يلماز لا أجد الكلمات المناسبة في حارس المرمى. يا إلهي على هذا التألق، على هذا التعملق، على هذه المباراة الكبيرة. كرة طويلة للأمام. جواو مالتينو، دانيلو بيريرا، لم تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية. خلص الكرة ونجح في إبعادها. دانيلو بيريرا، تسديدة من بعيد. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. تلعب الكرة إلى الأمام. يلماز يسيطر على الكرة، يلعب كرة طويلة. يلماز لا تزال الكرة في المنطقة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. رونالدو أفقد الخصم التركيز، التوازن. كرة طولية إلى الأمام. جواو ماوتينهو، تسديدة. كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. والآن وقت إنزال تغيير مع توقف اللعب. يفقد توازنه، ينقل الكرة للجانب الآخر. جوزي فونتي، جواو موتينيو يحاول تمريرها من بين المدافعين. محاولة تمرير كرة. برونو فرنانديز تسديدة عالية جدا، تسديدة من مسافة بعيدة. الكرة اعتلت العارضة. أوندر يحاول أن يلعب كرة بينية عن
عنده مساحة خالية على الطرف. الله، تسديده في اتجاه المرمى. يا له من تصدي من حارس المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. مرت الكرة، موجود إبعاد الكرة، ها هي صافرة نهاية المباراة، ولا يزال كل فريق غير قادر على تحقيق الفوز. مباراة كان فيها الكثير من التحفظ، كل مدرب أظن راضي بهذه النتيجة.